زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامعوا امك يا رؤوف؟ ما تهدي شويه يا حاجه، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش. هما ما عرفوش؟ ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاوية او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده. او بص انا هقول لكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه صابرين؟ مش كده صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ما تكبرش الحكايه يا رؤوف، يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبهاش زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ زلال. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا لا الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته، وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف اخته. يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. مش عارف ملاك دي مش ملاك. بقول لك يا استاذ هلال سيبني اروح بيتي، خليني على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه الاواضي؟ مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. هجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شوفوا جمال الآية يا أخوانا، وفروا إلى الله يعني اهربوا من عذاب ربنا لربنا. فيه جمال أكتر من كده؟ معناها إيه؟ عايز تبعد عن عقاب ربنا قرب لربنا. كل ما نتقرب لربنا أكتر طول ما ربنا يرضى عننا أكتر وأكتر. قربوا من ربنا أكتر يا أخوانا. إيه؟ تعمل إيه؟ كنت بتفرج على فيديو زيزو. أنا بجد مخنوقة قوي ومش عايزة أفضل هنا. أنا عن نفسي خدت قراري خلاص، هرجع أعيش عند هيلو تاني. انا كلمته وعرفت ان عنده انكل دروس دلوقتي. لا يبقى بليز تاخدني معاك وما تسيبنيش انا لوحدي. ماشي خلاص اخدك معايا. يا سلام ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراس. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم انتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته، اكيد اكيد هيطلقها. انت اتهبلتي يا عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يا مرحب يا مرحب، منورين والله.
والله منوريه. معلش يا دراز، يعني بتقلين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا روبي. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. ايوه عماد، لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيتي يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام. اه، والخدمه هنا حلوه قوي قوي قوي. مع السلامه حبيبي، مع السلامه. هي مجنونه، مجنونه. تشربوا حاجه؟ كتر الف خيرك، كفايه انك انت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده. اهلا. ايه ده؟ يوسف وهبي. ايوه نهى، مشهد حزن. انا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا، ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه. ومنظور، هاتي منظور. بصي، اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف، عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعه. عشاء ايه تاني؟ لحقوا جعوا، ده سبع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم. عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ مخنا؟ حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضيه بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها الكوافيره بتاعت مريم. انا فاكره الكوافيره دي عشان ماما مره خدتني معاها، وكان ساعتها عيد الطفوله، وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفه مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحركي عليها انت وزكي. مش عايزك تسيبيها الا لما تعرفي منها كل حاجه. انا نقيان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ ايه ده؟ هي مريم خلفت من ورايا ولا ايه؟ اصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجه زي دي. معلش، اصل هي كانت مخبيه عن الناس كلها. عامه انا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انت بنت الغاليه، تشربي ايه؟ لا لا شكرا، بس انا جاي اسالك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهارده. معلش، خليها مره تانيه ان شاء الله. لا لا، انت شكلك كده مش طالعه لماما. الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. الا قولي لي، هو مين الاستاذ؟ ايه، هيكون جوزك؟ لا، جوزي ايه؟ انا مش متجوزه. انا زكي. مع انه مش باين، بس تعرفي لؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، شاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك. ده زي القمر، هيعجبك قوي. ايه يا حاجه؟ ايه لوك 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 لوك؟ انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش، اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت؟ اول مره تشوفيها. كان في مذيعه برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك، ماما اتعرفت عليها هنا وبقوا اصحاب. مذيعه. تقصدي الاستاذه ناهد فؤاد. نون فيه، صح. طب قولي لنا بقى، ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقه بقى لها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الاذاعه. اول ما تعرفوا منها اسم المذيع تبلغوا دراز ومنظور. دي اول قضيه نطلع نبحث فيها سوا يا منظور، عشان كده انا متفائل قوي ان احنا ان شاء الله هنوصل لحاجه باذن الله. بس ما تنساش ان دي شغلتي، ان شاء الله هنوصل للنتيجه اللي انت عايزها ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا، نورتوا مكتبي. ربنا يخليك يا فندم. نور حضرتك. انا دراز ابو المعاطي، رئيس تحرير جريده نبض الشعب. وانا اللواء منظور شكري. وانا اتشرفت بيكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. فضلك. اموروني. احنا جايين نسال حضرتك عن المذيعه ناهد فؤاد. ناهد الله يرحمها ماتت؟ ايوه ماتت، في المكتب هنا على الكرسي ده. يلا منظور. اقعد يا راجل، اقعد، بلاش التشاؤم ده، اقعد. هي اصلها كانت تعبانه، كان عندها القلب، جالها كرشه نفس وضيق في التنفس، خدناها وجرينا على المستشفى، لحقناها. لحقتوها؟ طيب يا اخي، طول من الاول وقعت ركبي، ليه قلت ماتت؟
ما هي بعد اسبوعين بعد ما خرجت من المستشفى جينا نديها سكريبت الحلقه بتاع البرنامج لقيناها ماتت على الكرسي ده. لا فعلا يلا بينا يا دراس. لحظه انا بدات احس بنغزه في قلبي. انا مستعجلين ليه؟ ده انا طلبت لكم 2 قهوه ساده. الدوام لك. لا متشكرين قوي. يلا يا منظور وشك حلو عليا قوي يا منظور.